في إطار مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب الدولي، خاصة تلك المتعلقة بالاتجار الغير شرعي بالمؤثرات العقلية وتبييض الأموال، تمكنت مصالح الشرطة للأمن الحضري الخامس التابع لأمن ولاية وهران، وبعد إعداد خطة أمنية محكمة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تتكون من 3 أشخاص من ذوي السوابق العدلية يتراوح أعمارهم ما بين 36 و 45 سنة. يختص نشاط أفراد هذه الشبكة في تبييض الأموال والتهريب الدولي العابر للحدود والاتجار الغير شرعي بالمؤثرات العقلية، تخزينها، نقلها باستخدام مركبات. كما أفضت التحريات الأولية قيام أفراد هذه الشبكة بتبييض العائدات الإجرامية المتأتية من الاتجار الغير شرعي بالمؤثرات العقلية من خلال اقتناء عدة أملاك عقارية ومنقولات، بالإضافة إلى إيداع مبالغ مالية معتبرة بالعملتين الوطنية والصعبة عبر عدة حسابات بنكية لتمويه نشاطهم الإجرامي. أسفرت هذه العملية النوعية عن حج 18300 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ميليغرام، مبلغ مالي قدره 13000 دينار جزائري من عائدات الإجرامية. كما تم حج 3 مركبات فارهة ودراجة نارية، ليتم تحرير إجراء قضائي سيحالون بموجبه أمام العدالة.